مشروع قاسم سليماني ومن معه هو مشروع مقاومة. مقاومة ليست لأي شيء. مشروع مقاومة تماما كما عمل السيد المسيح، مشروع مقاومة للسلطة السياسية التي تريد أن تستبد بحريات الآخرين. أليس يسوع هو القائد؟ طوبى لكم إذا اضطهدوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. كل الذي فعله قاسم سليماني ومن معه أنه وقف في وجه داعش وفي وجه المنظمات الإرهابية التي أرادت أن تقتل كل من يختلف عنها. من هم ضحايا داعش؟ من هم ضحايا جبهة النصرة؟ أليسوا المسيحيين؟ أليسوا التنوع الاجتماعي الموجود في هذا